وعليكم السلام يا ابو ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليك السلام، علي صوتك شويه يا ابو محمد. الله يبارك فيك. في الحقيقة أنا سوف أسألك أو أحاولك على ما تحاورت به، يعني نقاط استنتجتها من حضرتك. شيعي الآن. حضرتك شيعي؟ نعم شيعي. نعم معمم شيعي. لست بشيعي، لست معمما، أنا مرتد لأنك لا أؤمن لا بالإسلام الشيعي ولا بالإسلام السني كما قلت لك في الليلة الماضية، وهذه ولأسباب سوف نناقشها يوم الخميس. لكن أريد أن أقول أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد أم لا؟ طبعا لا تفريق بين متماثلين، لا تفريق بين متماثلين. قبل أن أدخل في الموضوع، رجاء لدي سؤال أجبني قبل أن أدخل في الموضوع الذي أريد أن أتحدث به. أسألك سؤال، أيما أفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش نقاش يعني. طيب لماذا أنتم تقولون أن ما كلم الله إنسانا قط إلا من وراء حجاب إلا أبا بكر، فإن الله كلمه بصورة مباشرة وبدون حجاب، كيف تفسر لي هذا؟ فين الحديث؟ طيب ما فين الحديث نشوف صحته من ضعفه؟ لا والله العظيم أنا الآن أنا أقرأ لكن لما أنت معلش يعني ما أنت حضرتك أنت ما تلزمني بشيء إلا لما نرجع لصحته وضعفه وتحليله إيه وأقرأه وأنا أقل أنت يعني. تستطيع أنت حضرتك الآن تستطيع أن تخرج هذا الحديث عن طريق من؟ عن طريق يا أستاذ الله يبارك في عمرك، يا أستاذ الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. الله عز وجل عندما اسمعني بس يا شاب، بس واحدة واحدة عشان واحدة واحدة تفضل. الله عز وجل يقول بارك الله فيك. انا تعذرني ان اقاطعك بس الله يبارك بس اقول لا لا اسمعني بس الله يبارك فيك، لا اريد ان اقاطعك. نعم يا استاذ اسمعني الله يبارك فيك، اسمعني. الله عز وجل عندما تكلم عن الرسل قال ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى فيه تفضيل بين الرسل الان، صح كده؟ الله عز وجل كلم سيدنا، لا حول ولا قوه الا بالله، النبي من المتعارف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا موسى، ولكن سيدنا موسى الله عز وجل أعطاه معجزات أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل عندما أعطى الله عز وجل المعجزات لسيدنا موسى هل أصبح أفضل من سيدنا محمد؟ بالطبع لا. أنا سأجيبك. بالطبع أنا سأجيبك. تفضل. لا سأجيبك. تفضل. سأجيبك. المعجزات التي أعطيت إلى بني إسرائيل وإلى بني موسى وإلى موسى عليه السلام، لأن بني إسرائيل كانت أمة كبيرة جدا ويحكمها إنسان طاغ يدعي الألوهية. حضرتك حتى عن الإجابة، حضرتك حتى عن الإجابة، حتى عن السؤال، أنت بتتكلم في قصة ثانية. لا لا لو سمحت لي، حضرتك بتتكلم في حتة ثانية. لو سمحت لي أستاذ. يا أستاذ أنا سؤالي واضح. أنت تقول أنا سؤالي واضح، ما تتعصب، ما تتعصب، ما تتعصب. أنا سؤالي واحد واضح. هل عندما أعطى الله عز وجل بعض لا حول ولا قوة إلا بالله، هل عندما أعطى الله عز وجل بعض المعجزات لسيدنا موسى ولم يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل بذلك أصبح سيدنا موسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. ليس بأفضل، ولكن المعجزات التي أعطيت لموسى بسبب عناد بني إسرائيل. يا باشا انا ماليش دعوه بالسبب دلوقتي، انا ما بكلمك عن السبب، انا ما كلمتك عن السبب. هذا هو يا استاذ، انا ما كلمتك عن السبب، لا حول ولا قوه الا بالله، انا ما كلمتك عن السبب. دعني اذا ابو بكر الصديق ليس بافضل من الرسول. يا باشا القصه كلها بتتجاب ازاي؟ ان ده نبي، مهما راح ابو بكر الصديق، مهما جه، حتى لو جرت على يد ابي بكر الصديق معجزات، فليس افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مقارنة. شكرا ليك يا حبيبي، شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك.